اهلا بكم اعزائنا المشاهدين. ان شاء الله في الفيديو ده هنقدم لكم موبايل خرافي، موبايل مميز جدا، اقوى موبايل في الالعاب، اقوى موبايل للالعاب في العالم، هو الريد ماجيك 9 برو. في الفيديو ده هتعرف كل حاجه عن الموبايل، تعرف مواصفاته، تعرف مميزاته، تعرف عيوبه، هتعرف سعره، حتى محتويات العلبه بتاعته هتعرف فيها ايه. متنسناش من اللايك الجميل بتاعكم. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله. انسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أول حاجة هنتكلم عندي هنا على التصميم، تصميم الموبايل جاي كله من الإزاز، أما الإطار أو الفريم جاي من المعدن. وزن الموبايل هنا 229 جرام. الموبايل عندي هنا بيدعم شبكات 5G. الموبايل عندي هنا بيدعم تركيب شريحتين اتصال 5G ومفهوش مكان لتركيب كارت مهم. الموبايل هنا عشان عندي مخصص للألعاب ففي مروحة من جواه، مروحة لتبريد عشان السخونة والألعاب يعني. سرعة المروحة دي بتصل ل 22000 RPM. الموبايل عندي كتصميم تصميم مميز جدا وتصميم جديد ومفيش أي كلام عليه. أما لو هنتكلم عندي عن شاشة الموبايل فهي جاية من نوع أموليد، القياس بتاعها 6.8 بوصة والدقة بتاعتها 2480 في 1116 بكسل، وكثافة بكسلات بتصل ل 400 بكسل. الشاشة دي درجة السطوع بتاعها أو أقصى درجة سطوع ليها 1600 شمعة، ومعدل التحديث بتاعها 120 هرتز، ومعدل الاستجابة بتاع اللمس بتاع الشاشة دي 520 هرتز. والشاشة عندي هنا شاشة كاملة عشان الكاميرا السيلفي مدفونة في قلب الشاشة دي. الشاشة عندي هنا ككل شاشة مميزة جدا ومفيش أي كلام عليها. أما لو هنتكلم عندي هنا عن المعالج، فالمعالج من شركة كوالكوم هو السناب دراجون الـ 8 جين 3، وده طبعا أقوى معالج موجود حاليا في العالم بالنسبة للأندرويد. المعالج ده معالج ثماني النواة، دقة التصنيع بتاعته 4 نانومتر، والمعالج الرسومي اللي موجود فيه هو الأدرينو 750. المعالج هنا يسد معاك في كل حاجة في الألعاب أو في الاستخدام اليومي، لأن زي ما قلنا هو أقوى معالج في العالم. أما لو هنتكلم عندي عن السوفت وير أو نظام التشغيل، هو أندرويد 14 مع واجهة التشغيل اللي هي الريد ماجيك او اس، ودي احدث حاجة موجودة حاليا في العالم كنظام تشغيل. الموبايل عندي نازل هنا باكتر من اصدار. الاصدار الاولاني اللي هو ال 256 مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجا رام، والاصدار الثاني اللي هو ال 256 مساحة تخزين داخلية مع 12 جيجا رام، والاصدار الثالث اللي هو ال 512 مساحة تخزين داخلية مع 12 جيجا رام، والاصدار الرابع اللي هو ال 512 مساحه تخزين داخليه مع 16 جيجا رام. نوع مساحه التخزين الداخليه من نوع يو اف اس 4 ودي احدث حاجه. اما نوع الرامات فهو من نوع ال بي دي دي ار 5 اكس، ودي برضو احدث حاجه في نوع الرامات عشان تديك اداء. اما لو هنتكلم عندي على الكاميرات، فالكاميرا السيلفي هي كاميرا واحده بس موجوده تحت الشاشه، مدفونه يعني تحت الشاشه. الدقة بتاعتها 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة f2.0، بتصور معاك فيديوهات لحد 1080. للأسف عشان التجربة بتاعت الكاميرا السيلفي دي لسه جديدة، فبرضو أداء الكاميرا الأمامية مش هيديك الأداء المطلوب. أما لو هنتكلم على الكاميرات الخلفية فهما 3 كاميرات. الرئيسية 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة f1.89، ودي جايب مستشعر من سامسونج اللي هو جي ان 5 وفيها مثبت بصري. اما الكاميرا التانية فهي 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة f2.2، ودي بتاعة الالترا وايد او التصوير الواسع. اما الكاميرا التالتة فهي 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة f2.4، ودي بتاعة الماكرو او تصوير الاشياء الصغيرة. الكاميرات الخلفية عندي هنا بتدعم ال HDR والبانوراما، وتصور معاك لحد 8K. لو هنتكلم عندي هنا على البطارية فهي بطارية عملاقة، بطارية ضخمة 6500 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع 80 واط، بتشحن معاك من 0 ل 100% في 35 دقيقة بس، فبطارية ممتازة. غير ان هي 6500 ملي امبير وده رقم كبير جدا، فهتلاقي الشحن ال 80 واط هيديك سرعة، يعني مجرد ما تحط الشاحن وتشحنه 35 دقيقة هتلاقي الشاحن 100%. الموبايل عندي هنا جايب سماعات ستيريو في ان اف سي بي اي ار اللي هو تشغيل الموبايل كارمود للاجهزه الكهربائيه. هتلاقي البصمه تحت الشاشه، هتلاقي في فيس انلوك، هتلاقي في منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات. للاسف عشاق الراديو ما فيهوش راديو اف ام. عندي الواي فاي هنا واي فاي 7 ودي احدث حاجه. عندي البلوتوث 5.3 وده برضو احدث حاجه. عند المستشعرات كلها تقريبا موجوده. لو حبيت تشتري الموبايل ده هتلاقي في العلبه بتاعته، هتلاقي الموبايل والشاحن اللي هو 80 واط
كابل اليو اس بي تايب سي وجراب للحمايه ودبوس لاخراج الشرايح. سعر الموبايل ده كام؟ سعر الموبايل ده للنسخه 256 جيجا مع 8 جيجا رام $320 او ما يقابل الرقم ده في عمله بلدك، والنسخه الثانيه اللي هي ال 512 مع 12 جيجا رام هو $760 او ما يقابل الرقم ده في عمله بلدك. احنا كده قلنا لكم كل حاجه عن الموبايل، هنبتدي نقول لكم كل العيوب بتاعت الموبايل مع بعض وكل المميزات مع بعض، وفي الاخر قرار الشراء هو قرارك. عيوب الموبايل ده ايه؟ الشاشه عندي للاسف بالرغم ان هي شاشه كويسه جدا بس معلهاش طبقه حمايه، يعني موبايل بالسعر ده ازاي مفيش طبقه حمايه على الشاشه؟ تاني حاجه عندي الكاميرا الاماميه التصوير بتاعها مش احسن حاجه بسبب ان هي برضو تجربه جديده موضوع ان الكاميرات تبقى تحت الشاشه. برضو للاسف الموبايل على قد ما هو ممتاز جدا بس مفهوش مقاومه مياه وغبار، مفهوش مكان لتركيب كارت ميموري. طب ايه هي مميزات الموبايل ده؟ عندك هتاخد معالج هو اقوى معالج موجود حاليا في العالم اللي هو السناب دراجون 8 جين 3. المعالج ده هيديك اداء مميز جدا سواء في الالعاب او في الاستخدام اليومي. بالنسبه للشاشه عندك شاشه كبيره وشاشه مميزه جدا وشاشه عملاقه 6.8 بوصة، ودرجة السطوع بتاعها بتوصل ل 1600 شمعة، معدل تحديث 120 هرتز. عندك كاميرات الخلفية هتديك اداء مميز جدا وهتلاقي فيها مثبت بصري وبتصور معاك فيديوهات لحد 8K. عندك بطارية عملاقة، بطارية خرافية 6500 ملي امبير، يعني هتسد معاك طول اليوم وبزيادة. عندك الشحن السريع بتاعها اللي هو 80 واط، يعني هتشحن معاك من 0 ل 100% في 35 دقيقة بس. عندك الموبايل فيه بعض الازرار الجانبية كده مخصصة للالعاب، فده هتديك اداء خرافي للموبايل بالنسبة فيما يخص الالعاب. عندك فيه بصمة تحت الشاشة، عندك منفذ 3.5 ملي بتاع السماعات ما تشالش، وده عكس الهواتف الرائدة التانية هتلاقي ما فيهاش منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات. عندك هتاخد مساحة تخزين كبيرة اللي هي 256 وفي 512 مع احدث نوع اللي هو اليو اف اس 4، والرامات نفس القصة هتبتدي معاك من 8 جيجا رام لحد 16 جيجا رام، ودي حاجة مميزة جدا. عندك الموبايل فيه سماعات ستيريو، في ان اف سي، في اي ار. كده قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل، نتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.